طيب النهاردة 22 مايو 2023، الأيام بتجري بسرعة والسنين بتجري بسرعة، ولكن اللحظة التاريخية اللي حصلت في 22 مايو 2001 صعب جدا إن حد ينساها، لأن اللحظة دي مش بتخص النادي الأهلي بس، دي بتخص كمان الرياضة المصرية والكرة المصرية، لأن النادي الأهلي تم اختياره في مثل هذا اليوم قبل 22 سنة نادي القرن في إفريقيا. كلنا نتذكر الاتحاد الإفريقي عندما توج النادي الأهلي وقتها بلقب نادي القرن الإفريقي، وقتها المايسترو الراحل صالح سليم قدامكم طبعا على الشاشة بالتأكيد بيستلم الجائزة، جائزة نادي القرن، وكان كمان موجود الكابتن محمود الخطيب والمهندس عدلي القيعي، ولحظات تاريخية الاتحاد الإفريقي وقتها حط قواعد وشروط يمكن محتاجة حلقات وحلقات عشان نشرحها، ولكن وقتها كانت في لجنة كرة للاتحاد الإفريقي. خدوا بالكم الموضوع ده هيجي وقت هشرحه واتكلم فيه، بس انا سايب الناس تتكلم فيه وتقول كل اللي عندها واخر اللي عندها، لان هاجي في وقت معين هستعين بالقيادات الافريقيه اللي كانت موجوده في لجنه الكره اللي عملت هذه الجائزه واللي حطت تصنيف ومعايير في السنوات الاخيره من التسعينات. تمام، امور كانت ليها تفاصيل كتيره هيجي وقتها نتكلم فيها ونشرح فيها حاجات مهمه جدا، ولعل وعسى ان شاء الله يكونوا القيادات دول موجودين معانا عبر سكايب في الفتره اللي جايه، وطبعا كانت فيهم اسماء بارزه موجوده من مالي ومن كوت ديفوار، يمكن الناس الكلام ده اول مره تسمعه، بس بعد ما تواصلت مع مسؤولين في الاتحاد الافريقي لا ده قصه نادي القرن فيها تفاصيل، وكانت في لجنه كره في الاتحاد الافريقي مسؤوله عن هذه التفاصيل الفنيه. عموما نادي الاهلي بيحتفل بعد 22 سنه بهذا الحدث الكبير، الاهلي النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا، وحاليا حتى السنه دي واحنا في 2023 الاهلي كمان متفوق باكثر من ضعف النقاط والارقام على اقرب المنافسين، فالمنافسين عشان يقربوا بس من الاهلي في القرن الجديد محتاجين مش اقل من 30 40 سنه، النادي الاهلي ما يكسبش ولا بطوله ولا يلعب في افريقيا وهم يكسبوا كل البطولات. فجائزه نادي القرن يعني كما ذكر اليوم من الصفحه الرسميه للنادي الاهلي وما نيل المطالب بالتمني، جائزه لا يمكن ان تراها الا في مقر النادي الاهلي بالجزيره.